السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بالتغطية الاستثنائية والتغطية الخاصة حول الأحداث في لبنان الشقيق. ما زال الاعتداءات الصهيونية الإرهابية متكررة إلى قبل ساعات قليلة باستهداف المدنيين في بيروت، أبنية بها سكان مدنيين أطفال نساء بعوائل كاملة اليوم نسفت، والتوقيت الذي اختاره الكيان الغاصب تقريبا مع كلمة نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة. اليوم تحدي واضح لكل القوانين الدولية، لكل الأعراف المجتمعية الإنسانية. اليوم نتنياهو مسك ميثاق الأمم المتحدة وللأسف رمى وداس بحذائه، ولو لا فرق بين نتنياهو وحذائه. الأخبار حقيقة المتداولة الآن بالمواقع التواصل الاجتماعي، نتمنى اليوم من كل المتابعين من المشاهدين أنه يأخذون أخبارهم من الجهات الرسمية، أو أي خبر اليوم يخص مثلا حزب الله أو الجيش اللبناني أو كثير اليوم من الأمور اللي قاعدة تصير بالمنطقة. منطقة الشرق الأوسط مشتعلة بسبب اليوم الإرهاب الصهيوني. طبعا لقاءاتنا اكيد عندنا وتغطيتنا مستمره هذا اليوم، ولقاءاتنا عندنا مع كتاب مع صحفيين وغيرهم اليوم يتكلمون عن هذا الوضع. طبعا نرحب بالضيفه الاولى الاستاذه ثريا العاصي، الصحفيه والكاتبه والمحلله السياسيه من لبنان. اهلا وسهلا بيك ست. اهلا بك. طبعا نعزي الاشقاء اللبنانيين باستشهاد كوكب من المواطنين من الأطفال والنساء من القادة الميدانيين في حزب الله في المقاومة الإسلامية. اليوم هل نستطيع ست ثريا نتكلم أن الكيان الصهيوني ضرب كل الخطوط الحمراء ونحن متجهين إلى حرب شاملة؟ على كل حال يعني نحن متجهين لحرب شاملة منذ أن بدأ حملة الإبادة أو حرب الإبادة هذا الكيان الصهيوني في غزة ويستكملها في لبنان. يعني هي ما زالت مستمرة في غزة ويستكملها في لبنان، وقد بدأها بتفجيرات البيجرز والعدوان اللي عرف بعملية البيجرات والتوكي ووكي واللاسلكي في بيروت، حين قرر اغتيال أكثر من 5000 شخص بالعائلاتهم مع أطفالهم وكل تلك الأمور بدقيقة واحدة، وكان قد أعلن السيد عن ذلك. وفي كل مرة هو يرتكب الجريمة ويبررها بالاغتيال، يبررها للعالم الغربي الذي يدعمه ويسانده ويشاركه في هذه العمليات بحرب الإبادة على لبنان. وكما رأينا يعني حين قرر اغتيال قادة الرضوان كيف أنزل الأبراج السكنية بمن فيها، وحتى كان يوجد حضانة للأطفال بأحد المبنيين، ولم يتردد العدو بأن ينزلها على السكان الذي فيها. وكنا يعني هذا ديدن العدو لأنه أساسا يرتكز على عصابات إرهابية وهم من يديرون هذه الحرب. ورأينا من هذه المجازر والمشاهد في غزة، واليوم في الضاحية الجنوبية يعني كمية الإرهاب الذي حصل على المدينة، يعني 12 غارة في نفس اللحظة ونفس الدقيقة، أسقط 6 مباني أبراج سكنية، نعم.
مأهولة، ما زالت مأهولة بالسكان، والتوقيت بعودة الناس إلى بيوتهم، وحتى في هناك منازل بعد عملية تهجير، والقصر الذي حصل من جنوب لبنان وبقاعه إلى هذه الأماكن السكنية. يعني في كل منزل أكيد في أكثر من عائلة بالضبط. موجودة، يعني أنه والإرهاب المستمر بعملية الإشاعات حول اغتيال القيادات، نعم وتحديدا سماحة السيد. ف يعني هذا هو العدو، وهذا هو يعني نشهد هذا الصمت العالمي والصمت العربي. وال ست ثريا، يعني هل لديك اليوم، انت اقرب الى الوضع الجاري الان في لبنان، تعرفين للاسف نعم مواقع التواصل الاجتماعي مسيطر عليها اليوم من الغرب، من الولايات المتحده الامريكيه، من حتى من الكيان تماما الصهيوني، ويعرفون خوارزمياته الى اخره. الخبر اللي ظهر، وان شاء الله يبقى موضوعه فقط انه اشاعه، انت هل لديك معلومات؟ هل لديك مصدر خاص بهذا الموضوع؟ لا يوجد أي معلومات حول هذا الموضوع، ولا أعتقد أنه يعني خلينا ننتظر الخبر الرسمي بهذه الإشاعات. ونحن يعني شفنا مثل هذه الإشاعات حين أصروا على يعني أبادوا شعب بأطفال وحرقوا الأطفال والنساء بخيامهم في غزة وفي رفح، بادعائهم أنهم اغتالوا القيادي محمد ضيف أو بالضبط. السنوار وغيرهم. لا علم لدي، ويعني كل الهواتف مقفلة، وأنا يعني أقول وقد كتبت ذلك الخبر فيما ترون لا فيما تسمعون، ولذلك ننتظر البيان الرسمي وننتظر الخبر، يعني أنه يطلع نعم، رسم الخبر. ولكن في كل الأحوال هذا لا نريد أن نغطي على الجريمة الكبرى باستهداف مئات المدنيين والسكان الآمنين الموجودين في هذه المباني، يعني ولا شيء يبرر لها هذا هذه بالضبط. ست ثريا، سنعود إليك بعد قليل، ولكن الآن ننتقل إلى الأستاذ وائل الركابي، الباحث والمحلل بالشأن السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ وائل. أستاذ وائل تسمعني؟ أستاذ وائل تسمعني؟ مرحبا، حياك الله حبيبي. أهلا وسهلا بك أستاذ وائل الركابي، ونرحب بك في التغطية الاستثنائية عبر قناة الأيام الفضائية. شاهدنا الآن الأحداث الكبيرة التي تدور في بيروت وفي لبنان عموما. دائما حزب الله لما لبنان تتعرض إلى هجوم صهيوني يرد تقرير بعد ساعات برد قوي يناسب اليوم الهجمة الصهيونية. ماذا ننتظر اليوم من المقاومة الإسلامية في لبنان، ونحن الآن نستمع أو نرى بعض الأخبار التي تقول أطلق بعض الصليات الصاروخية على مدينة صفد المحتلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك أستاذ ظفار وضيفتكم الكريمة ومشاهديكم الكرام، وخالص العزاء إلى الشهداء الذين سقطوا يوما بعد يوم، وخاصة في هذه البومسية من قبل عدوان سافر، عدوان بربري لا يعرف سوى هذه الأعمال الإجرامية. حقيقة لو كان هذا العدوان عدوان مواجهة حرب متكافئة لما يعني قلنا أن هؤلاء يعني لا يستحقون الشهادة، لكنه هؤلاء مدنيون يقطنون في شققهم وفي أماكنهم عندما يأتيهم هكذا صاروخ. وشاهدنا بعض اللقطات إلى كيفية استخراج وإنقاذ أطفال من تحت الركام، هذا موقف يعني يندى له الجبين. لذلك لا أعتقد أن هذا الموقف يؤكد على أنه هناك رجاحة عقلية ولا رجاحة نفسية لنتنياهو وإلى كل الذين يدعمون نتنياهو، أو أقصد هنا الأمريكان وكل الأطراف الأخرى الداعمة لإسرائيل. حقيقة نحن نأمل وكلنا ثقة بأن المقاومة
سواء على الصعيد اللبناني المتمثلة بحزب الله أو على كل فصائل المقاومة المتمثلة والمنتشرة في بقية منطقة الإقليم، العراق، سوريا، اليمن، بقية الدول الأخرى، لا بد لهم أن يكون موقفهم موقف واضح أجاء ما تجري. نعم. تلك العمليات وتستهدف الأبرياء في لبنان، وبالتأكيد أننا متيقنون أن حزب الله قادر على الرد. يعني حزب الله مؤسسة وليس فقط هو يعني مجاميع عسكرية، لا مؤسسة عسكرية مرتبطة لها من التاريخ في مواجهة هذا الكيان الغاصب منذ قبل 2000 القرن الحالي. وبالتالي 2006 خير دليل على أنه كيف كان موقف لحزب الله، وبقية السنوات الأخرى حتى وصل الأمر في دعمه إلى أخوانه من الفصائل الفلسطينية خاصة حماس في من بعد 7 أكتوبر ولحد هذه اللحظة. لذلك ليس بمستغرب أن تنطلق الرشقات والصليات الصاروخية من قبل لبنان الحبيبة، من قبل جنوب لبنان على هذه الأعمال، وهذا ليس ردا، يعني لا أعتبره رد على ما قامت به غارات الكيان الصهيوني. هذا استخدام يومي لربما يتعاطى معه حزب الله. أما الرد الحقيقي فهو الآن قيد الدراسة، والرد الحقيقي سيفاجئ العالم. هذه ليست مبالغة وليس تبريرا، إنما هذا الواقع. اليوم هناك معلومات حقيقية تقول أن الأسلحة التي استخدمها حزب الله، إذا كان هناك 5 أجيال متطورة من الأسلحة والآليات، لحد الآن حزب الله يستخدم الجيل الأول ولديه 4 أجيال مخبأة لحد هذه اللحظة لم يستخدمها. سيفاجئ به الكيان ويفاجئ قد يستخدمها بالساعات المقبلة أستاذ وائل. هذا أمر متروك يا سيد الكريم إلى الإدارة العسكرية وإلى القيادة العسكرية لحزب الله وإلى كل فصائل المقاومة، لأن هناك قضايا عسكرية لا يمكن البوح بها. هناك قرارات من الممكن أن يكون فيها السرية، هي واحدة من أساليب النجاح وواحدة من الاعتمادات لنجاحات العملية. فبالتالي من الممكن أن يستخدمها فجر هذا اليوم، وأن يستخدمها بعد ساعة، أو يستخدمها يوم غد أو بعد يومين. هذه حسب المعركة وحسب التداعيات التي تنتج من هذا القصف الهمجي الذي شنه هذا الكيان على جنوب لبنان. فبالتالي كل شيء وارد، وكل إيمان، أنا أتحدث لست يعني من فراغ، ولست يعني فقط أني كوني متعاطف مع المقاومة وإني أجد نفسي في هذه المقاومة، لا أبدا. هذا الواقع الذي يقول ما الذي حققه نتنياهو والكيان الغاصب منذ 7 أكتوبر سواء في غزة أو الآن. هل حرر إسرائيليا واحدا من الأسر؟ هل استطاع أن يقف في غزة ويقتطع كل الأراضي؟ أبدا. إنما هو استخدم الآلية الجوية كونه يملك تقنيات وطائرات ولا يملك الرحمة والإنسانية. نحن نملك الرحمة. حزب الله الآن صواريخ وطائرات المسيرة قادرة على أن تصل إلى المستوطنات الإسرائيلية وتستهدف المدنيين، لكن نحن نمتلك أخلاق علي بن أبي طالب، وهذا الفرق فيما بيننا وبين الأطراف الأخرى. نحن نمتلك أخلاق حتى في الخصومة وحتى في العداوة، نمتلك أخلاق فرسان وأخلاق مؤمنين. أما هم لا يمتلكون هذه الأخلاق، وبالتالي كل ما يقوم به من استهداف مدنيين هذا هي محاولة لخلق أزمة ما بين الحواضن المجتمعية اللبنانية وحزب الله، كما أرادوا أن يفعلوها بين الحواضن الفلسطينية وحركة حماس. لكن ماذا وجدوا؟ وجدوا أن الأمهات التي تتلقى خبر شهيد ابنها الثاني والثالث تفرح وتهلهل وتدعو الله في أن يحفظ عمر السيد حسن نصر الله من أجل أن تنتصر المقاومة. هكذا شعب وهكذا مبادئ وهكذا روح قوية
لا يمكن أن تخذل ولا يمكن أن ينتصر عليها نتنياهو إن شاء الله تحت أي ظرف من الظروف. كل التحية والشكر لك أستاذ وائل الركابي الباحث والمحلل السياسي، شكرا على كل هذه المعلومات. أهلا وسهلا ومرحبا. منطقي. أعود مع الست الأستاذة ثريا العاصي. الآن خرج إعلام العدو يتحدث عن تهديدات بعملية برية، هل يستطيع اليوم الجيش الصهيوني أن يحول عملياته من غارات جوية جبانة إلى عمليات برية، خاصة أن عناصر حزب الله في الجنوب اللبناني يعلمون مخابئ وأسرار هذه المنطقة الجغرافية؟ تحليلك. تماما، يعني نحن كما علمنا وكما خبرنا المقاومة هي أعدت لهم العدة وهي تنتظر الهجوم البري إذا لم تكن تتمناه، وبالتالي وهذا ما كان أعلنه سماحة السيد في خطابه الأخير، وقال نحن نتمنى أن تدخلوا بالهجوم البري ونتأمل لأنه عم تتعبونا ونحن عم نفتش على تحركاتكم ومواقعكم لأنهم يختبئون كالجرذان في أماكنهم. وبالتالي لا، واضح أنه بعد هذه الضربة الموجعة والقاسية والبربرية والهمجية من قبل العدو على الضاحية الجنوبية يعني وكم الإشاعات التي أطلقت، لا، عادت جبهة الجنوب يعني كما ذكرتم يعني من قبل بصليات من الصواريخ تستهدف عمق الجليل الأعلى والجليل الأدنى وتستهدف صفد حتى صفد. وبالتالي لا أعتقد يعني أن المقاومة يعني قد تهتز، يعني هي بتطلع أقوى بكل يعني وحسب البيانات التي أطلقت من كافة محور المقاومة أن الحرب باتت مفتوحة يعني بلا أسقف، وهذا ما كان أعلنه السيد في السابق في خطاباته السابقة، يعني أنه إذا ما تجاوز العدو الأسقف يعني والخطوط الحمراء فكمان المقاومة سوف يعني رايحة إلى أبعد الحدود وسوف تدافع عن لبنان. يعني إذا بننتبه للبيانات الأخيرة للمقاومة ليست فقط من أجل إسناد غزة، يعني إسناداً لشعب الفلسطيني في غزة ومقاومته الباسلة ودفاعاً عن لبنان وشعبه، لأنه هذا العدوان الحاصل اليوم، هذه الإبادة والحرب الحاصلة اليوم هي على كل لبنان وعلى شعب لبنان وعلى همجية هذا العدو على القرى والمدن والبلدات اللبنانية. وبالتالي لا، المقاومة مستعدة يعني، وبعدنا ببداية الحرب رغم أنه الإسرائيلي عم يحاول يستخدم كل همجيته وكل توحشه منذ الأيام الأولى للحرب، ولكن يعني عندنا ثقة وإيمان في هذه ست ثريا. لو نركز على موضوع الاجتياح البري أو الهجوم البري أو العملية البرية كما اليوم يروج له إعلام العدو، ما هو هدف الكيان الصهيوني من هو يهدد بها منذ بداية الحرب؟ نعم، فرضا إلى قررت اليوم القيادات العسكرية في الجيش الصهيوني أن تبدأ بعملية برية، ما هو الهدف من هذه العملية؟ إلى أين يريدون يوصلون؟ هل إلى بيروت أم إلى ممكن عمق 30 كيلو كما اليوم يطرح في الإعلام العبري؟ يعني لا نستطيع أن نصدق الصهيوني بأي مخططات، لا 7 كيلومتر ولا 3 كيلومتر ولا أي قواعد ما عنده إياها.
وهو ما كان قد أعلنه بغزو 82، كان يريد أن يصل إلى حدود 40 كيلومتر ووصل إلى احتلال العاصمة بيروت. وبالتالي هو أهدافه لا نستطيع أن نحددها، ولكن حسب خط النار اللي عم بيحاول عم يقوم فيه، هو عم يستهدف كل لبنان. يعني وصلت غاراته إلى كسر ومناطق كسروان وجبال والشوف، وكل المناطق اللبنانية هي تحت نيران العدو الإسرائيلي، وبالتالي كل لبنان هو يعني تحت انه بامانيه انه يقوم فيه، وهو ما حاول القيام به بال 2006، وشفنا كيف انهزم بال 2006 وكيف انتصرت المقاومه وكيف منعته من الدخول، لانه هو حاول يدخل بدباباته من اكثر من منطقه، من منطقه بنت جبال الى منطقه الى مارون الراس وغيرها من المناطق اللبنانيه، وحصلت المجازر في جيشه. يعني هناك شهادات من مجندين اسرائيليين وهم يقولون اذا ذهبنا الى لبنان، اذا دخلنا الى لبنان سوف نعود بعد ساعتين، بعد ساعتين في التوابيت جميعا. وبالتالي انه يستطيع ان يقوم بالغارات الوحشيه والبربريه والهمجيه بطائرات الاف 35، ولكن لا اعتقد ان لديه الجرأه. وقد رايناه في غزه كيف دخل بداخل الدبابات، ورأينا كيف المواجهات من مسافة صفر كيف كانوا يدمرون آلياتهم. وطبعا يعني هناك من سيتصدى له، يعني هم لا يستطيعون أن يحسوا، صحيح أنه يعرفون من هم القادة الموجودين في لدى المقاومة اللبنانية، ولكن لا يستطيعون أن يحصوا لا نوعية الصواريخ ولا ما هي ولا نوعية المسيرات ولا القدرات تحديدا لدى المقاومة اللبنانية ولا عديد المقاومين اللبنانيين التي وصلت حدود، يعني حدود لبنان وحدود المقاومة اللبنانية واصلة إلى اليمن. يعني نحن على حدود لبنان، يعني رح بتمر بسوريا وبالعراق، عندنا حدود لبنان مفتوحة بهذا المعنى، وسوف يلقى الدعم، وليس كما غزة المحاصرة. نعم. من قبل النظامين الأنظمة العربية. يعني الحصار على غزة هو كمان أيضا من مصر ومن الأردن، ولكن بموضوع لبنان الأمر يختلف جدا، والمساحة تتسع للمقاومة اللبنانية بكل المدى. وكنا شفنا يعني بعد هذا العدوان الهمجي على لبنان كيف تحركت الفتاوى والصواريخ والمساندة من العراق ومن اليمن ومن كل محور المقاومة. وبالتالي يعني أكيد في صعوبة، يعني حتى نعم ست ثريا، حقيقة كل التحية والشكر لحضرتك، ونتمنى لك السلامة ولكل الأخوة اللبنانيين ولعائلتك والرحمة للشهداء إن شاء الله. شكرا جزيلا ست ثريا العاصي، الصحفية والكاتبة والمحللة السياسية من لبنان. الآن عندنا أيضا ضيف والأستاذ عماد المسافر الباحث بالشأن السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ عماد. حياك الله وبياك سيدي الكريم. ربي يخليك. أبدأ وياك مع تصريح للرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الذي وصف الهجوم الصهيوني على بيروت بأنه جريمة حرب. اليوم نبدأ، هل اليوم هذه الجريمة اللي ارتكبها الكيان الصهيوني، هل نستطيع اليوم كدول مسلمة، كدول داعمة للقضية الفلسطينية، تحضير ملف وتقديمه إلى مجلس الأمن، إلى الأمم المتحدة، إلى محكمة العدل الدولية،
وإذا يعني إذا من وديه هو نفس العادة، يعني هذه اليوم الجمعيات الدولية المؤسسات الدولية دائما تقف وتنحاز إلى محور الشر. شكرا جزيلا سيدي الكريم، تحية لك ولمشاهديكم الكرام. حقيقة هذه ليست أول جريمة يرتكبه الكيان الصهيوني، منذ عام 1948 إلى الآن هو مستمر بهذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية في حالة تقديم أي ملف من هذه الملفات التي تفضلت بها. ولو افترضنا جدلا إن كان هناك إجماع عربي، وهذا الإجماع غير موجود للأسف، فمؤكد أن الكيان الصهيوني لديه مظلة دولية يستظل بها، يعني أكبرها الولايات المتحدة وبقية الدول التي له نفوذ بها. كل قرارات الأمم المتحدة تضرب عرض الجدار من قبل الكيان الصهيوني، ولا يعترف بهذه القرارات الدولية ولا القرارات الأممية. السبيل الوحيد لهكذا جرائم أن يقابل ويرد على الكيان الصهيوني بالقوة وبالأسلحة، لأنه مهما تكون طريقة الدبلوماسية لكن من دون المقاومة لا تتحرر الأراضي. هذا ما ذكره الإمام السيستاني قبل أيام في رده على بعض الجرائم التي حدثت، قال نهاية هذه المشكلة هي بتحرير الأراضي المختصرة. الكيان الصهيوني أوغل بالدماء ومنذ بداية الأحداث في غزة إلى الآن دائما ما نشاهد عبر إعلامه العسكري بأن لديه بند من الأهداف، والجميع يعتقد أن هذا بند الأهداف هو أهداف عسكرية أو أهداف حيوية، لكن للأسف كل ما نشاهده هو تدمير للبنى التحتية وإغال بدماء الأبرياء من النساء والأطفال. نعم أستاذ عماد، أيضا أقف مع تصريح آخر للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الجمهورية الإسلامية ستقف مع المقاومة اللبنانية بمواجهة العدوان الصهيوني. بأي طريقة ستقف؟ بطريقة العسكرية، بالطريقة الدبلوماسية، أم بكل الطرق؟ يعني مؤكد أن الجمهورية الإسلامية هي الراعي الأكبر لمحور المقاومة والسند الأكبر، ووقوفها ليس بهذا التوقيت حتماً. وقوف الجمهورية الإسلامية مع الله ومع فصائل المقاومة ومع الله كل محور القائمة، ليس المقاومة ليس وليد اللحظة. بفضل وقوف الجمهورية الإسلامية تحولت الحجارة الفلسطينيين إلى صواريخ، بفضل وقوف الجمهورية الإسلامية مع محور المقاومة تحولت المصانع المحلية داخل اليمن إلى صواريخ فرط صوتية التي لا تمتلكها إلا 5 دول. بفضل وقوف الجمهورية الإسلامية تحولت فصائل المقاومة العراقية من أسلحتها البسيطة التي كانت تقاوم بها المحتل الأمريكي إلى صواريخ باليستية وطائرات مسيرة تدك عمق الكيان الصهيوني. فإذا وقوف الجمهورية الإسلامية ليس وقوف الآن، إنما هي تقف دائما بظهر كل فصائل المقاومة في هذا المحور المبارك. نعم أستاذ عماد، أقف معك مع سؤال أخير، أو يعني حقيقة اليوم شاهدنا كلمة نتنياهو في جمعية الأمم المتحدة ورفع خريطتين. الخريطة الأولى اسمها خريطة الخير أو محور الخير، اللي موجودة بالخريطة المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن بإيصال خط إلى الكيان الصهيوني، والصورة الأخرى التي اسمها محور الشر اللي بيها أيضا خريطة العراق، سوريا، لبنان واليمن وحتى إيران. هل هو إعلان حرب تقريبا نقدر نسميه أيضا؟ وهل اليوم الولايات المتحدة ستقف مع الكيان الصهيوني، خاصة مثلا إذا فكر الكيان الصهيوني بضرب بعض معسكرات القوات الأمنية في العراق، والعراق موقع اتفاقية استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني ابتداء لنا بالغ الشرف والعز والفخر بأن يضعنا نتنياهو وحكومته الصهيونية على في لائحة الإرهاب ولائحة المقاتلين الذين يقفون بالضد منه. أما بقية الخريطة بالجزء الثاني أترك التعليق لمن تشمله هذه الخريطة، هل يفتخر بأنه نتنياهو يوصفه بالخير
ويمد معه جسور المحبة والتعاون إلى ما آخره من الكلام. الولايات المتحدة تعلم جيدا يا سيد الكريم أن هناك لوبيات صهيونية تدير الولايات المتحدة، وإلا الغالب والمعروف أنه ليس هناك رئاسة للولايات المتحدة وإنما هناك إدارة تسمى بالإدارة الأمريكية. هذه الإدارة الأمريكية يسيرها اللوب الصهيوني كيف شاء. أما في مسألة أنه ممكن الولايات المتحدة تقف مع الكيان، هي بالنتيجة هي بالمعطيات هي واقفة مع الكيان الصهيوني في كل عملياته. كل الأسلحة التي يستخدمها الكيان الصهيوني هي أسلحة أمريكية، لكن ما يزيدنا فخر ويزيدنا شرف بأن إسرائيل التي تسمي نفسها دولة عظمى لا تستطيع أن تقف بوجه فصائل المقاومة من محور المقاومة، واستنجدت بولايات المتحدة واستنجدت بغيرها من الدول من أجل أن تخوض هذا الحرب. يعني لا يمكن وصف هذه الحالة أو موازنتها بميزان القوى، لكننا واثقون من النصر كما وعد قادة النصر وقادة محور المقاومة إن شاء الله. بنهاية هذه الحرب إن شاء الله. كل التحية والشكر لك الأستاذ عماد المسافر الباحث بالشأن السياسي، شكرا جزيلا لحضرتك. أحبتي المشاهدين، الآن أنتقل عبر السكايب من لبنان الست غنى الرباعي الباحثة الحقوقية. أهلا وسهلا بي ست غنى. لجميع متابعي قناة الأيام الفضائية. ست غنى، كانت عندي تغطية يوم الأربعاء الماضي وأنت أيضا كنت ضيفة، كنت تتكلمين بمعنويات عالية، بهمة زينبية حقيقية، بروح حيدرية كبيرة. هل ما زالت هذه المعنويات عالية بعد الهجوم العنيف اليوم اللي شهدته لبنان؟ إن شاء الله هذه المعنويات منذ أن كانت مقاومتنا فتية جديدة سنة 1982 وهي بقيت على هذه الحال مع كل التحديات ومع كل الصعاب والصراعات التي مر بها لبنان ومرت بها أمتنا. اليوم ما حصل اليوم، المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل اليوم متوقعة، لأنه منذ بداية العدوان الموسع على لبنان حددت إسرائيل أسلوبيها اللذين من خلالهما أرادت أن تضعف المقاومة وتجرها لنقول إلى الاستسلام، وهما اغتيال القادة كما تفعل واستهداف المدنيين أي البيئة الحاضنة للمقاومة، ومن أجل تقليب هذه البيئة على المقاومة لكي تحرمها من شرعيتها الشعبية. فإذا هذه المجزرة التي حصلت اليوم قاسية ولكن متوقعة وما زال متوقع المزيد منها. من شهد حرب تموز وعاش حرب تموز سنة 2006 يعرف هذا الجو وقد عاشه وقد رأى كيف أن بعد المحنة كان هناك نصر. وما حصل اليوم يشبه جزئيا ما حصل سنة 2006. سنة 2006 الضاحية كلها مسحت على الأرض، ليس فقط بعض المباني. هذه المجزرة كانت قاسية على قلوبنا فعليا لأننا بشر بعكس الإسرائيليين، ولكننا صامدون منذ سنة 1982 حتى اليوم صامدون وصابرون. وإن شاء الله كما قال سماحة الأمين العام لحزب الله قطعا سننتصر. نعم سيد غنى، الآن أنت كباحثة حقوقية، اليوم بأي دين أو أي عرف أو أي شريعة اليوم هذا القصف اللي صار على منازل أبرياء، على مجمعات سكنية كاملة في بيروت، لماذا إلى الآن المجتمع الدولي صامت خانع خايف؟ اليوم حتى الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الشيطان الأكبر، هذا الذي يمتلك جبروت في كل قارات العالم، يبرر عملية الكيان الصهيوني ويتكلم أن نحن ليس لدينا علم بهذا الموضوع. لماذا المجتمع الدولي لما يشاهد الأوكراني يقصف من روسيا كل الدعم والكثير من الأمور قدموا لهم للأوكرانيين، ما هو الذي يختلف؟ هل لأن لبنان والذين اليوم يقصفون هم مسلمين؟ ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي قد اعتدنا عليها عملياً،
نحن كحقوقيون أولا نتوجه عادة بالخطاب إلى المنظمات الحقوقية العالمية الذين المعنيين بتطبيق حقوق الإنسان والمطالبة به وما إلى ذلك، ولكننا عمليا رأينا أن التنظير بحقوق الإنسان مجرد كلام ومجرد حبر على ورق، بل ونحن ندعو القائمين على المنظمات الحقوقية الدولية أن يقدموا استقالتهم، لأنهم قد فشلوا. من طبق حقوق الإنسان ومن قد دعمه هي المقاومة المسلحة التي أرت إسرائيل الأسلوب التي تفهمه فقط، وهو النزاع المسلح. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هذه ما يحصل الآن في لبنان وما قد حصل في غزة وما زال يحصل، هذه حرب إسرائيلية أمريكية على غزة وعلى لبنان. لا يمكن فصل أمريكا والقرار الأمريكي عن إسرائيل، لأن أمريكا تستطيع بتوقيع واحد بتجفيف مصدر السلاح عن إسرائيل أن توقف هذه الحرب. هي لا تريد أن توقفها، هي تريد أن تستمر، هي تريد أن تتحقق أهداف إسرائيل، لأن أهداف إسرائيل من هاتين الحربين على غزة وعلى لبنان هي أهداف الولايات المتحدة الأمريكية. ولأن الولايات المتحدة الأمريكية نافذة في الدول الغربية، لهذا الأمر تجد خطابات معظم الدول الغربية تحديدا دول الاتحاد الأوروبي متماهية مع خطاب الولايات المتحدة الأمريكية بنفس مستوى ازدواجية المعايير الإنسانية. أريد أن أذكر هنا من قالوا حين بدأت حرب أوكرانيا، أريد أن أذكر من قالوا أن هؤلاء ليسوا عرب، هؤلاء الذين يقتلون هم مثلنا ذو شعر أشقر وعيون زرقاء، هؤلاء ليسوا في العراق، ليسوا في أفغانستان. ما سكوتهم اليوم هو بسبب هذه العنصرية والعنجهية التي يتماهون معها مع سيدي الأمريكي. نعم، تكلمت وتحدثت أنه أهداف الكيان الصهيوني بالحرب على غزة وعلى لبنان هي نفس أهداف الولايات المتحدة الأمريكية. ما هي الأهداف بوجهة نظرك؟ إسرائيل حددت أهدافها حين دخلت في حربها على غزة، أخطأت حين وضعت أهداف عالية، استعادة الأسرى الإسرائيليين من حماس، القضاء على المقاومة الإسلامية حماس، وبعض الأهداف المبطنة مثل إعادة احتلال تهجير الفلسطينيين بغاية إعادة احتلال غزة. بعد 11 شهر من القتال ضد حماس المحاصرة وضد غزة المحاصرة إسرائيليا ومصريا، اسمح لي، لم تحقق هذه الأهداف العالية. الآن دخلت في حربها، دخل نتنياهو في هذه الحرب إلى لبنان من أجل أن يحقق بعض ما لم يستطع أن يحققه في غزة، ولكن تعلم من الدرس ووضع أهداف أقل حدية وليست أهداف عالية، لأنه يعرف لا يستطيع أن يضع أهداف عالية. فحدد الهدف هو إعادة المستوطنين الإسرائيليين إلى شمال فلسطين، وطبعاً لو تحقق هذا الهدف فإنه سوف يضع أهداف أخرى ويرفع الأهداف ويعني يذهب فيما هو أكثر من ذلك. حتى هذا الهدف البسيط لن يستطيع أن يحققه، لأنه بدأ حربه أقول بالأسلوبين الذي أراد أن يضعف بهما المقاومة الإسلامية في لبنان، قتل قادة حزب الله وإضعاف البيئة الشعبية الحاضنة لحزب الله. قتل القادة، أريد أن أقول هذه أول وسيلة، أمر قاسٍ على المستوى الإنساني عند حزب الله، ولكن حزب الله منظمة ولادة للقيادات، يعني يذهب القائد يأتي خلفه مباشرة، لأن حزب الله جاهز لهذا الاحتمال دائما. أما بالنسبة للبيئة الشعبية، أريد أن أقول هنا من الخبرة الشخصية، ومن مواطنة لبنانية كانت طفلة حين كان جنوب لبنان محتل وعاشت معنا الاحتلال، نحن مر علينا ما هو أفظع بكثير جدا 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 مما نمر به اليوم. مررنا بأكثر من هذه المأساة ولم يكن هناك أفق للأمل كما هناك اليوم. اليوم نحن نمر بمأساة، نمر بتحدي، نرى المجازر واستهداف المدنيين وقتل الأحبة وما إلى ذلك، ولكن الأمل بين عيوننا نراه. أنا لا أريد أن يفهم هذا بطريقة عاطفية، هذا فعليا هو الأمر الواقع، وهذه هي فعليا معنويات الشعب اللبناني التي نلتمسها من الحديث هنا وهناك. هذا فعليا هو الواقع، نحن فعلا نلتمس ما قاله الأمين العام لحزب الله قطعا سننتصر، نلتمسه لأننا مررنا بما كان أصعب منه وانتصرنا وتغلبنا عليه. واليوم ما نراه أن إسرائيل ليست تستطيع أن تحقق أهدافها، ومعيار الفوز في نزاع مسلح أو حرب عسكرية هو ليس القتل، المعيار الفوز يعني الانتصار أو الهزيمة هو بتحقيق الأهداف. هذه الحرب اليوم هي حرب النقاط، هذه الحرب سوف ينتصر فيها من يستطيع الصمود أكثر،
والشعب اللبناني اليوم لديه وعي سياسي أكثر من أي وقت مضى. نعم. ولذلك يعرف بشكل عام أن انتصارنا اليوم سيحدده مدى صمودنا، ولهذا نحن صامدون لأننا نعرف أن هذا الذي سوف يوصلنا إلى الانتصار في النهاية، وطبعا مساندتنا غير المشروطة للمقاومة الإسلامية. ست غنى، اليوم صرح العدو الإسرائيلي والماكينة الإعلامية لهذا العدو الصهيوني أنه المكان اللي كان مستهدف هو مكان يجتمع به القيادات الكبرى لحزب الله، هل لديك أخبار؟ تعرفين الإشاعات انتشرت ومواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الصفراء والقنوات اليوم العربية فقط بالاسم وهي عبرية، اليوم قناة العربية السعودية بهذا المصطلح وما نخجل من أحد، هذه القناة المسمومة الحقيرة ومن يديرها ومن يدعمها والعاملين بها عبارة عن عرب صهاينة، تحدثوا عن إشاعات تخص سماحة السيد حسن نصر الله، أنتم كبيئة المقاومة هل سمعتم بعض الأخبار ممكن اليوم تطمنون بها اليوم المشاهدين محبين محور المقاومة؟ نحن ننتظر البيان الرسمي من حزب الله، ولكن بكل الأحوال إن شاء الله صامدون صابرون محتسبون. يعني اسمح لي أن أقول بشكل عاطفي أن بعد هذه الإشاعات نحن طبعا لا نأخذ أبدا بعين الاعتبار كلام الإسرائيليين اليهود داخل فلسطين المحتلة أو الإسرائيليين العرب، نحن لا نأخذ بكلامهم ولا بإشاعاتهم لأنهم غالبا ما يصرحون بتمنياتهم وليس بالوقائع. هذا أمر قد اعتدنا عليه، ولكن بعد هذه الإشاعات مجرد أن يصدر مثل هذه الإشاعات، عاطفيا اسمح لي أن أعبر كيف أن عامة البيئة التي تدعم هذه المقاومة الإسلامية سواء كانت تؤيدها في السياسة أم لا، وسواء هذه البيئة من المسلمين أو حتى من غير المسلمين في لبنان، المسيحيين الدروز وما إلى ذلك، يعني وجدنا يعني عامة الناس يدعون بأن كل على المستوى الفردي الناس يدعون بأن يأخذ الله من حياة الفرد ويعطيه لسماحة الأمين العام لحزب الله، لأننا نرى فيه أملا للبنان، لأن لبنان لم يعرف سيادة قبل أن يكون لدينا هذا القائد في لبنان. أنا هنا لا أتكلم سياسة، قد يكون هناك الكثير من اللبنانيين الذين لا يتوافقون مع حزب الله سياسيا وبعض القرارات الداخلية وما إلى ذلك، ولكن لبنان لم يعرف سيادة قبل أن يكون هذا القائد حاضرا وممسكا بزمام الحفاظ على سيادة لبنان. نعم ست غنى، اليوم الحقيقة البعض إلى الآن حتى لو كان اليوم لبنانيين عرب مسلمين أو العالم أجمع أكل إلى الآن أكو بعض الأشخاص لديهم إيمان بمجلس الأمن. اليوم عندنا قصة في عام 2006 لما أعلن أو قرر مجلس الأمن إيقاف الحرب على لبنان وتوقفت الحرب، هل تتوقعين مجلس الأمن في هذا اليوم في اليوم المقبل ممكن أن يصدر مثل هذا القرار لو الصورة تختلف؟ من واجب مجلس الأمن أن يصدر مثل هذا القرار، يعني هذا واجبه، ولكن هل سيطبق القرار أم لا؟ بناء على سؤالك أن بعض الأشخاص لديهم إيمان، حسنا لو صدر هذا القرار ماذا سوف يحصل؟ المحكمة الدولية الجنائية أصدرت قرار على بتوقيف نتنياهو، ومع ذلك تجول نتنياهو في بعض الدول التي هي أعضاء في يعني موقع على المحكمة الدولية ولم يعتقل. إذن ماذا سوف تفعل عمليا هذه القرارات؟ نحن نسأل هذه الجهات التي لديها إيمان بهذه القرارات، هل جربتم مسبقا تطبيق لهذه القرارات في أماكن يعني لا تساندها أمريكا؟ هل وجدتم يعني نحن هنا يجب أن نكون علميين، لو مررنا بتجربة سابقة، لو هناك تجربة أو هناك حدث سابق طبقت فيه قرارات مجلس الأمن يمكن الاستناد إليها ونقول قد تتكرر التجربة، لكن هذا لم يحصل سابقا أبدا، ولهذا على أي أساس علينا أن نتوقع بأن يتكرر مع لبنان؟ لهذا نحن نقول أصلا لو كانت تطبق هذه القرارات ما كان هناك داعي لشوق مقاومة مسلحة لا في فلسطين لا في لبنان ولا في أي دولة. إن عدم تطبيق القوانين وعدم احترام القرارات الدولية وتطبيق القرارات الدولية وتحديدا القوانين حقوق الإنسان هو ما أدى إلى لجوء هذه الشعوب
إلى الأخذ بزمام الأمور، إلى الأخذ بزمام المقاومة والدفاع عن النفس. نعم، اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي تقريبا اليوم الراعي للكيان الصهيوني، هي لديها صوت قوي في مجلس الأمن ونفوذ كبير في الجمعيات الأممية، الجمعيات العالمية، حتى وصل تأثيرها في بعض الأحيان إلى على المحاكم الدولية، دائما تدعو إلى التهدئة بموضوعة لبنان. هل هذا كلام إعلامي فقط، أو تتوقعين أنه تريد اليوم تخفف التوتر اللي حاصل، أو تخفف الحرب الشاملة التي حصل؟ أي توتر؟ نحن ذكرنا أن الحرب هي حرب أمريكا وإسرائيل على لبنان، وحرب أمريكا وإسرائيل على غزة. إذا كان عدونا هو من يقول أنه يدعو للتهدئة نظريا بالكلام ثم يقوم بتسليح إسرائيل التي تقاتل بالنيابة عنه، نحن نأخذ بالفعل وليس بالكلام. سدغنا الكونغرس، الكونغرس أعلن إيقاف تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة، ولكن في شهر نوفمبر أعطاه مساحة من الوقت. اسمح لي أن أقولها باللبناني، كتر خير والله، كتر خير. نحن نأخذ بالأفعال وليس بالكلام والنظريات. أفعال أمريكا منذ بداية الحرب على غزة يناقض كلامها، هي أكثر من مرة ذكر بايدن أن بعد جمعة سوف يتم، بعد أسبوع يعني سوف يتم إيقاف إطلاق النار، بعد أسبوعين، بعد ذلك. حين تطبق عمل ما تطبقه عمليا الولايات المتحدة الأمريكية هو ما نأخذ به. إذن الدعوة إلى التهدئة ما دامت إسرائيل لم تهدأ فهذا يعني أن أمريكا لم تهدأ، والدعوة إلى التهدئة ليس لها أي قيمة عملية ما لم تطبق. نعم، كل التحية والشكر لك يا الأستاذة غنى الرباعي الباحثة الحقوقية على كل هذه المعلومات. الحقيقة نشاهد هذه الصور المؤلمة برفع اليوم الأنقاض من الضاحية الجنوبية بعد القصف. حقيقة أنا ضد الدكتاتوريات، ضد اليوم الفكر النازي عموما الذي ظهر في ألمانيا عن طريق هتلر، هتلر الذي لديه اليوم تصنيف للبشر ونحن ضد هذا التصنيف، ولكن في لما نشاهد اليوم جرائم الكيان الصهيوني عندما وضع اليهود بالسلسلة البشرية أو سلسلة التصنيف بعد القردة، حقيقة لديه بعض المشروعية بهذا الموضوع. اليوم لما يمثل الصهاينة نتنياهو يمثل جالانت هذا العنصري وغيره من هذه الشخصيات اليوم القبيحة التي أساءت مو فقط للدين اليهودي، لا أساءت إلى الإنسانية عموميا. طبعا أحبة المشاهدين، التغطية مستمرة عبر قناة الأيام الفضائية، احنا مستمرين أكيد، واليوم مواكبة الأحداث الهامة والطارئة، واليوم لما نسوي تغطية على أشقائنا اللبنانيين لديهم اليوم حق كبير على كل القنوات الفضائية العراقية. وقفة قصيرة وراجعين. رجعنا وياكم أحبتي المشاهدين بالساعة الثانية من التغطية الاستثنائية حول الأحداث الجارية في لبنان والاعتداءات الصهيونية المتكررة على الشعب اللبناني الشقيق. ينضم لنا عبر السكايب ضيفنا العزيز من طهران الأستاذ صالح القزويني الباحث بالشأن السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ صالح. حياكم الله، أهلا مرحبا كريم بك وبكل المشاهدين الكرام. أبدأ وياك مع سؤال الآن مطروح حقيقة بالقنوات الفضائية. اليوم الباحثين الأكاديميين يحللون الخبراء العسكريين، هل رسميا تحولت جبهة الكيان الصهيوني من غزة إلى لبنان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أكرر التحية لك أستاذ العزيز ولكل المشاهدين والكادر العامل في القناة. يعني وفق التجارب السابقة أن الكيان الصهيوني غالبا ما تنتهي معركه بغزة بالعدوان على لبنان، خاصة إذا يعني دافع لبنان ودافع حزب الله عن المقاومة الفلسطينية.
هذه كافة التجارب تدل على أنه الكيان الصهيوني عندما يبدأ بعدوانها على لبنان، هذا يعني أنه يريد إيقاف الحرب وإيقاف هذا العدوان، يريد أن يقول يعني لمستوطنيه، يعني لما يسمى بشعبه، أنه أخذ الثأر من تلك الضربات التي وجهها اللبنانيون ضد هذا الكيان. هذه التجربة وقعت يعني بعد سيف الأقصى. سيف الأقصى تعلمون أنه عندما مارس الكيان الصهيوني اعتداءاته على القدس الشريف، وكانت قطعان المستوطنين تستبيح الأقصى، وكانت هناك عمليات قمع شديدة للمصلين الفلسطينيين في الأقصى، كانت حركة الجهاد الإسلامي بادرت إلى إطلاق الصواريخ ضد الكيان الصهيوني. فبعد ذلك رد الكيان الصهيوني على تلك الصواريخ، ثم بدأ حزب الله بضرب الكيان الصهيوني. وبعد أن ضرب الكيان الصهيوني غزة، أنهى عدوانه في تلك يعني الحرب سيف الأقصى بالعدوان على لبنان. هذه أعتقد هذه القضية لا تنفصل، يعني العدوان على لبنان ربما أنه نهاية لعدوانه على غزة ولبنان، ولكن مع هذه يعني هذه الضربات الوحشية والمدمرة للضاحية، أعتقد أنه المسألة لن تكون بهذه البساطة، القضية ربما تتوسع إلى أكبر من ذلك. كيان الصهيوني ربما كانت حساباته خاطئة، لذلك علينا أن نترقب بالتأكيد أنه لن تمر ضربة الضاحية والعدوان على الضاحية مرور الكرام على حزب الله والمقاومة الفلسطينية. أكيد أننا مقبلون على يعني تصعيد أكبر، وأعتقد أنه إيران إن لم تضرب وتنفذ تهديدها ضد الكيان الصهيوني في هذا الوقت، فإذا انتهت الحرب وانتهى العدوان، أعتقد أنه من الصعب جدا سوف يكون على إيران أن تنفذ تهديدها ضد الكيان الصهيوني. أستاذ صالح، عذرا نقف على نقطة مهمة جدا تحدثت بها. حضرتك تكلمت أنه لو توقف العدوان الصهيوني على غزة وعلى لبنان، من الصعب على الجمهورية الإسلامية في إيران أن ترد على استشهاد القائد إسماعيل هنية. هل من خلال كلامك أنه هذا الوقت هو الفرصة الأمثل للجمهورية الإسلامية بالرد على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية؟ نعم، أنا أعتقد أنه إذا استمر العدوان على لبنان ولم يتوقف هذا العدوان، أعتقد أنه في هذه الأثناء سوف ترد، لأنه كما قلت أنه الآن هو الوقت المناسب، الآن هو هذه هي الفرصة الذهبية لترد إيران على اغتيال إسماعيل هنية. إذا لم ترد إيران خلال هذه الفترة، خلال التصعيد بين حزب الله وبين إسرائيل، أعتقد أنه لن تكون هناك فرصة مناسبة كهذه الفرصة. أعتقد أن الطرف الآخر يعي ذلك، ولذلك رفع أهب يعني استنفاراته، رفع حالة الاستنفار إلى أقصى حد. ربما أراد بهذا العدوان على الضاحية أن يستبق إيران ويستبق حزب الله والمقاومة الإسلامية حتى تبادر إلى ضربه، ولكن أعتقد أنه يعني الحزب
لا يمكن أنه يعني استدراجه بهذه البساطة، ولكن في نفس الوقت الحزب أرسل رسائل مهمة للكيان الصهيوني من خلال ضرب حيفا، من خلال وصول صواريخ الحزب إلى حيفا، وكذلك الحال إلى تل أبيب. وجه رسالة للكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني استوعب هذه الرسالة، ولذلك يعني يريد استباق الأمور، يريد استباق إيران، يريد استباق الحزب، يريد استباق محور المقاومة من أجل أن تستخدم أوراقها، تستخدم ما تمتلكه ضد نعم. هذا الكيان. نعم أستاذ صالح، الآن لو نقرأ الأحداث بعد الاعتداء الإسرائيلي والجريمة الصهيونية في الضاحية الجنوبية في بيروت، تقريبا أعلن الكيان الصهيوني حالة الطوارئ الكبرى وفتح الملاجئ في عموم المدن الفلسطينية المحتلة لحماية المجتمع الصهيوني، إضافة الآن الأخبار العاجلة تقول أن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط أعلنت حالة الاستنفار القصوى. ماذا يتوقع اليوم الأمريكان والإسرائيليون من رد؟ هل يتوقعون أن جبهات المقاومة ستفتح نارها بوقت واحد، أم ستتوقع أن هناك هجوم من حزب الله، أو حتى ممكن تدخل إيراني؟ أستاذ العزيز، يعني دعنا ننظر إلى المسألة بهذا الشكل، أنه منذ طوفان الأقصى وحتى يعني حتى اغتيال قيادات حزب الله، ومن بينهم فؤاد شكر وكذلك القيادي إبراهيم عقيل، كانت هناك ما يسمى بقواعد الاشتباك بين حزب الله وبين إسرائيل، يعني أنه لا تتوسع الضربات إلى أكثر من الجنوب اللبناني وكذلك الشمال الفلسطيني. ولكن عندما بدأ الكيان الصهيوني بتوجيه ضربات إلى يعني القيادة، وبالذات استهداف الضاحية وكذلك جريمة البيجرات واللاسلكيات، هذا يعني أنه الكيان خرج عن قواعد الاشتباك، مما يدفع حزب الله ويدفع محور المقاومة إلى يعني أيضا أن تخرج. ولذلك رأينا أنه كيف أن المقاومة اليوم قبل ساعات استهدفت صفد، وقبل يومين أو ثلاثة استهدفت تل أبيب وكذلك حيفا. هذا يعني أنه المنطقة وهذه الحرب تتجه إلى يعني المزيد من التصعيد، تتجه إلى المزيد من التوسع، إلا إذا كان هناك شيء يعني شيء يحدث يمنع من ذلك. في الأفق ليس هناك يعني حتى المبادرة التي قيلت أنها مبادرة أمريكية من أجل وقف إطلاق النار لمدة 4 أسابيع، هذا يبدو أنه كانت من أجل الضحك على الذقون، ومباشرة أعلنت إسرائيل اليوم أنها ترفض هذه المبادرة وأنها غير مطلعة أو ما شابه ذلك. على أي حال، الكيان الصهيوني تجاوز كل حدود، تجاوز خطوط الحمراء. إيران لم تكن واقفة مكتوفة الأيدي، ولكن أيضا من المحتمل أن تشارك. قبل قليل صدر بيان عن الرئيس بيزشكيان أنه هذا لا يمكن أن نطيقه، وقبل ساعتين أو ثلاثة أيضا أعلن رئيس البرلمان أنه هذه القضية قضية ليست بسيطة. علي لاريجاني مستشار قائد الثورة الإسلامية وعضو مجمع تشخيص المصلحات ورئيس البرلمان السابق يقول أن إسرائيل تجاوزت كافة الخطوط الحمراء. نعم إسرائيل مست
يعني أمننا القومي بخصوص هذا العدوان، العدوان على الضاحية. قال لاريجاني أن إسرائيل مست أمننا القومي، هذا يعني أنه القضية لم تعد تحتمل، القضية في طريقها إلى التصعيد. نعم، سأعود إليك أستاذ صالح، ولكن الآن عند اتصال هاتفي ينضم إلينا الأستاذ صفاء العاسم الخبير الأمني والسياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ صفاء. أستاذ صفاء تسمعني؟ أستاذ صفاء تسمعني؟ نرحب بك أستاذ صفاء. نعم، ننتظر أستاذ صفاء حقيقة. نعم، أسمعك الآن واضح. نرحب بك أستاذ صفاء. حياكم الله. الله يحفظك أستاذ صفاء. الآن نتحدث، يعني الآن الأخبار العاجلة فرضا اليوم نتكلم أنه بلينكين أعلن أنه أي اعتداء على أي مصالح أمريكية في الشرق الأوسط ستواجه برد قاسي، ومن حق الولايات المتحدة الأمريكية بالدفاع عن مصالحها في المنطقة. مع العلم هناك تناقض كبير، قبل ساعة تقريبا أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دعوتها لتخفيف التوتر والاضطرابات الحادثة في الشرق الأوسط. كيف تشرح هذا وتفسر هذا الشيء؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم. أهلا وسهلا بكم وعلى قناتكم مشاهدتي الكرام. يعني حقيقة تتكلم على الابن المدلل للأب الروحي لإسرائيل. الأب الروحي هو الولايات المتحدة الأمريكية. اللوبي الإسرائيلي الآن هو اللي يقود أمريكا. طبعا يعني أمريكا الآن تعمل الممكن والمستحيل في سبيل تفوق إسرائيلي كامل على كل منطقة الشرق الأوسط. وأكبر دليل إلى أن التسليح الإسرائيلي الآن هو أعلى تسليح في منطقة الشرق الأوسط. أنت تعرف هذا القنابل اللي هي نوع مارك 80، هذه ما حد يمتلكها غير بس إسرائيل. نعم، هذا موضوع مو جديد علينا. احنا نعرف كل الدين الى انه مهما تكن العلاقه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه او اي دوله ان كانت عربيه او من ضمن دول المنطقه، دائما هنالك تفوق وانحياز للجانب الاسرائيلي بشكل كبير جدا وعالي. نعم استاذ صفاء، التوقعات اليوم إيقاف الحرب الآن الحادثة على لبنان، هل هي بيد الولايات المتحدة الأمريكية، بيد الكيان الصهيوني، بيد حزب الله، بيد إيران، بيد محور المقاومة؟ سيد الكريم، هنالك حلم إسرائيلي اسمه الحلم الإسرائيلي التوسعي. هو كل حساباته على مستوى العملة الإسرائيلية. الآن العملة الإسرائيلية المعدنية مرسوم عليها، ممكن اي شخص يشوفها على مستوى انترنت، على مستوى عمله حديديه نقديه، مرسوم عليها الى انه كل لبنان لاسرائيل، وكل سوريا لاسرائيل، وسيناء لاسرائيل. نعم، وسلكين سوريا لاسرائيل، وثلاث ارباع العراق لاسرائيل، وربع السعوديه بما فيها المدينه المنوره لاسرائيل. هذا الحلم الاسرائيلي سيد الكريم. نعم، يعني الحقيقة كل التحية والشكر إليك أستاذ صفاء الأعسم الخبير الأمني والسياسي على مداخلتك اليوم مع قناة الأيام الفضائية. عود إلى الأستاذ صالح القزويني. نائب وزير الخارجية الإيراني دعا منظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع طارئ، هل ما زال البعض يؤمن اليوم بمنظمة التعاون الإسلامي، بالجامعة العربية، بالأمم المتحدة، بمجلس الأمن، بمحكمة العدل الدولية؟ يعني أن تكون هذه المنظمات يعني فاعلة وأن تفعل شيئا لتغيير الواقع، لا، بالتأكيد أنه لن تقوم بشيء يغير الواقع. يعني أساسا ليس بقدرتها إيقاف العدوان، ليس بقدرتها
إيقاف حتى الولايات المتحدة الأمريكية عن دعم الكيان الإسرائيلي. ولكن في نفس الوقت هذه منظمات ينبغي أن يلقى عليها الحجة أنها عليها أن تتحرك، عليها أن تفعل شيئا. إذا فعلت إيران شيئا فلا لا تلومن إيران، لا تقول أن إيران لم تقل لنا، لم تستأذننا، لم تتحرك إيران، ولم تعبر عن رأيها، لم تشاورنا في الأمر. يعني أعتقد من هذا الباب يمكن بحث هذا الموضوع. بالتالي إيران تريد أن 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 يعني تلقي الحجة على الجميع، تلقي الحجة على الولايات المتحدة الأمريكية، على الدول الإسلامية، أنه ينبغي التحرك، ينبغي المواجهة، ينبغي يعني العمل على إيقاف هذا العدوان بأي شكل من الأشكال. إيران حتى الآن تريثت، لعله قد ألقت الحجة بشكل كامل على الولايات المتحدة وعلى أصدقاء إسرائيل وعلى حلفاء إسرائيل، أنهم كانوا يوعدون إيران بأنه سوف نوقف الحرب، سوف نوقف العدوان على غزة. يعني اليوم الموقف الإيراني واضح، واضح المعالم بدعوات منظمات اليوم إسلامية ومنظمات اليوم إنسانية دعما للقضية الفلسطينية. نتذكر عملية الوعد الصادق بالبناء، منظومة الأسلحة والبناء العسكري لحزب الله، لحماس، لمحور المقاومة عموما، صناعة إيرانية نعلم. ولكن مو فقط إيران هي أحد اللاعبين الإقليميين المهمين. اليوم نتكلم عن تركيا، نتكلم عن المملكة العربية السعودية، نتكلم عن جمهورية مصر العربية. هذا الثلاثي أين من هذه القضايا اليوم؟ هل اليوم أنه مستسلمين بهذه الصورة؟ للأسف الشديد أنه يعني هؤلاء يعني ليست معظم أنه الكثير من الحكومات للأسف الشديد يعني لا تقف موقف المتفرج أو الساكت أو الصامت تجاه ما يجري، وإنما أحيانا اللوم، يعني يلومون إيران لموقفها ضد الكيان الصهيوني، يلومون حماس على يعني مواجهتها للكيان الصهيوني، يلومون حزب الله أنها لماذا بادرت، يلومون الأبطال العراق أنه لماذا تحركوا، يلومون اليمنيين أنهم لماذا منعوا السفن من الوصول إلى الكيان. هذا للأسف يعني القضية لا تتوقف عند حد أنهم لا يبادر ويدعم القضية الفلسطينية، ولا تتوقف عند حد السكوت. يعني ليتهم سكتوا. القضية تجاوزت إلى حد أنه تلوم الضحية، وإعلامهم أستاذ صالح يشيطن المقاومة. للأسف الشديد، للأسف يعني هذا ما نشهده، هذا ما نلمسه. يعني أنهم لا يكتفون فقط بال يعني عدم دعم المقاومة، لا يكتفون بإيقاف العدوان، لا يكتفون بتقديم الدعم، وإنما أيضا ولا يكتفون حتى بالصمت. يعني لو كانوا فقط يصمتون ربما نفعوا المحور المقاوم ويعني الأحزاب المقاومة، وإنما أيضا يلمون، يعني يصطفون إلى جانب المعتدي ضد المعتدى عليه، يصطفون إلى جانب الكيان الصهيوني في مقابل حماس، في مقابل حزب الله، في مقابل أنصار الله، في مقابل المقاومة الإسلامية في العراق. وهذا أمر محير جدا. يعني عندما تتهم هذه الدول بأنها عميلة أو أنها هذه الدول متعاونة مع الكيان الصهيوني، يطلع لك واحد يقول لك لا، هذه الدول دول ذات سيادة. أي سيادة، أي موقف، أي أستاذ صالح، أريد أسألك سؤال يعني أخير ومهم جدا. الآن وصلت أنباء عن اجتماع لمجلس الأمن القومي الإيراني، ماذا تتوقع؟ ماذا ستتوقع عن صدور قرارات أو شيء من هذا القبيل؟
يعني أنا في وسائل الإعلام الإيرانية لم يصدر مثل هذا الخبر، يعني لم ينشر مثل هذا الخبر أنه تم اجتماعه، يعني حتى وسائل الإعلام أو المنبر الإعلامي الرسمي لمجلس الأعلى للأمن القومي وهو موقع نور نيوز اللي هو تابع للمجلس الأعلى للأمن القومي لم يذكر هذا الخبر أنه كيف يعني عقد مثل هذا الاجتماع. ولكن أنا أعتقد أنه قضية الردع على الكيان الصهيوني يعني تتخذ يعني على نطاق ضيق للغاية، لا يمكن أنه يعني البوح بهذه القضية على مستوى واسع سواء كان المجلس الأعلى للأمن القومي، لأنه الضوء الأخضر قد حصلت عليه القيادة العسكرية الإيرانية، الضوء الأخضر جاء من قائد الثورة، جاء من رئيس الجمهورية. أساسا المجلس الأعلى للأمن القومي يعني حتى الآن لا أدري يعني أنه هو المفروض أنه الذي يرأس المجلس الأعلى للأمن القومي هو رئيس الجمهورية، وحتى الآن لم يشكل أو لم يعين من هو الرئيس المجلس. نستطيع اليوم أن نقول أن الأخبار غير دقيقة بهذا الشأن، يعني حتى الآن لم يعني المفروض أنه الرئيس بيزشكيان هو الذي يرأس المجلس، ولا ليست هناك أخبار حول هذا الموضوع. ولكن أقول أنه الضوء الأخضر قد حصل عليه القادة العسكريين من قائد الثورة، قبل قليل يعني رئيس الجمهورية أصدر بيان، رئيس البرلمان. أعتقد أنه الصورة مكتملة في أنه كيف يتم التعامل مع هذا الوضع. لذلك الأمر يتوقف على القيادة العسكرية أنه متى تتخذ قرار توجيه الضربة للكيان الصهيوني وتنفيذ التهديد الذي أعلنت عنه إيران. الأمر يعني يقتصر على عدد قليل من القيادات العسكرية، الأمر متروك إليهم، حتى كثير من المسؤولين لا يعرفون متى سوف ترد إيران وما هو موقف إيران. ولكن أعتقد أنه هذه هي فرصة إيران لتوجيه ضربة للكيان الصهيوني. كل التحية والشكر لك الدكتور صالح القزويني الباحث بالشأن الإقليمي من طهران، شكرا جزيلا على هذه المداخلة وعلى هذه المعلومات. أحد الأخبار العاجلة التي وصلت الآن من إعلام العدوى الصهيوني أن الجيش الإسرائيلي، الجيش الصهيوني طالب بإخلاء المباني السكنية في الضاحية الجنوبية في بيروت، يعني بعد جريمتهم النكراء اللي صارت تقريبا في وقت المغرب في توقيت بيروت أو قبل المغرب عصر تقريبا العصر. الآن مستمرت تهديدات الكيان الصهيوني بعمليات وغارات إجرامية أخرى على الضاحية الجنوبية في بيروت. إذن نحن أمام عصابة، نحن أمام مجتمع إرهابي، أمام حكومة إرهابية، أمام مافيا الدماء اليوم يمثلها الرئيس العصابة وهو نتنياهو. فإلى متى هذا السكوت؟ إلى متى هذا الخضوع؟ إلى متى قبلة الإسلام والمسلمين وخادم الحرمين الشريفين المركز في موسم الرياض؟ إلى متى اليوم مصر السيسي، مصر العروبة، قلعة العروبة، خير وأجناد الأرض كما يصفون اليوم الجيش المصري؟ وتحياتنا للشعب المصري. نرى تعليقات، نرى تفاعلهم مع القضية الفلسطينية. اليوم أنا أتحدث على أنظمة فقط، أين المملكة الأردنية الهاشمية؟ أين سليل الهواشم ويقول أنا سليل
نسل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أين؟ اليوم للأسف اليوم أين الأمراء؟ أمراء الخليج، جزائر، المغرب، ملك المغرب الذين يصفوه بأمير المؤمنين. مع الأسف، مع الأسف اليوم نعيش أزمة خذلان كبيرة جدا ونكران. اليوم هل بعتوا القضية الفلسطينية؟ هل بعتوا اليوم؟ اتركوا القضية الفلسطينية. ممكن بعض الأشخاص بإعلامهم القذر، الإعلام اليوم المتصهين يتحدث عن ضحايا جنوب لبنان، هذا الذباب الإلكتروني، إنهم شيعة لا يجوز الترحم لهم وهؤلاء خارجين عن الملة. ولكن أيضا سكان غزة، هل سكان غزة شيعة؟ أطفال غزة شيعة؟ أيضا المسلمون سنة. فأي تبرير بعدم الوقوف اليوم مع القضية الفلسطينية؟ يعني هسه يعني ما اليوم نتحدث، يوم أكو دول صغيرة أيضا أثرت بالمشهد. يوم دول صغيرة، يوم مثلا قطر أقلها موجود لديها إعلام مؤثر بعض الشيء. اليوم يجي آخر شيء يجيني شخص لا علم لا فهم مثلا ينتقد الدور الإيراني ويتكلم عن مسرحية. للأسف أيضا يعني نائب وزير الخارجية الإيراني دعا منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماع طارئ لبحث اليوم تداعيات الهجمات المستمرة على غزة وعلى لبنان. اليوم الكيان الصهيوني برئيس وزرائه نتنياهو في جمعية الأمم المتحدة تقريبا تحدث بكل أريحية أنه هؤلاء ممكن يهاجمون أو لا إلى آخره. عندنا اتصال هاتفي من الأستاذ هيثم الخزاعي أو الخزعلي. نعم تفضل. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ هيثم الباحث بالشأن السياسي، نتشرف بك. أهلا وسهلا بك أستاذ هيثم. اليوم الوضع إلى أين؟ اليوم الكيان الصهيوني بعد ضرباته بعد هجماته ما زال مستمر بعنترياته بطريقته العصابتية، نقدر نقول عليها أنه يستمر بتهديد الأبنية في بيروت، قد يلمح إلى عمليات برية. ما هو هدف الكيان الصهيوني من هذه العمليات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء أرحب بكم وبقناتكم الكريمة وجمهوركم الكريم. أهلا وسهلا. أنا من الناس الذين يتمنون أن يقوم الكيان الصهيوني بعملية برية في جنوب لبنان. نعم. هو سنة كاملة لم يستطع أن يفعل شيء في غزة، وهي أرض منبسطة وسهلة ولا تمتلك إمكانيات تسليحية، والمقاتلين من حماس وحركة الجهاد أقل تسليحا وتدريبا وعددا من مقاتلي حزب الله. المناطق في جنوب لبنان أراضي وعرة وديان وجبال، ولديه حزب الله تسليح كبير وسيسحبهم إلى مربعات قتل. الكيان الصهيوني عاجز عن جمع العدد الكافي، وهو لجأ إلى تجنيد الحريديم والأفارقة وتدريب البحرية على عمل المشاة. والحقيقة أنه قيامه بهكذا عمل سوف يكون عمل انتحاري. حزب الله له امتداد من لبنان حتى كويت في باكستان، وبإمكان استمداد واستبدال المقاتلين والمقاتلة بشكل دوري، وحتى اغتيال القيادات الأمنية المحور به كثير من القيادات الميدانية، وحتى الحزب به الكثير من القيادات الميدانية، وبإمكانه أن يستبد الكثيرين. والدليل أنه في اليوم الثاني قام بقصف 17 موقع بعد أن قال الكيان الصهيوني بأنه حيد 50% من قدرات حزب الله. والجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني اليوم سوف تنقل المعركة إلى مستوى آخر. ربما تغرق إسرائيل في ظلام دامس، ربما تفقد منصات الغاز وبالتالي لا كهرباء ولا وقود، ربما إذا صعد إلى مستويات عليا تستهدف أحواض الأمونيا في حيفا ويصل شعاع تفجيرها إلى تل أبيب. بالتالي الآن تحت مرمى صواريخ حزب الله في شعاع هذه الصواريخ 3 مليون صهيوني، ستبدأ من الآن عملية تهجيرهم إلى تل أبيب. لن يعود المشعلون إلى المستوطنات في الشمال، بل سيهجر من بقي من حيفا وما بعدها إلى تل أبيب. نعم. بموضوع آخر اليوم أستاذنا العزيز أستاذ هيثم، بكلام عام اليوم، اليوم ماذا يريد الكيان من حربه على لبنان؟ ما هو أهداف الكيان المعلنة؟ ما هي أهداف الكيان اليوم
خلف الكواليس؟ طبعا نتنياهو يريد ان تستمر الحرب حتى يجبر الولايات المتحده والناتو للدخول الى جانبه، وبالتالي ايران لن تبقى مكتوفه الايدي وحتى المحور، وبالتالي قد يستجمع عدد من هذه الدول من اجل ضرب ايران. هو يريد ان يحقق انتصار بيد غيره، هو عاجز عن القتال والانتصار بقواته، والولايات المتحده هي من تحميه ومن تزوده بالسلاح، والولايات المتحده من اعلانها انها لا تريد التصعيد خاصه في فتره الانتخابات، لكني اخشى ان يكون الرئيس بايدن لديه رغبه بالتصعيد من اجل تمديد عمر حكومته واعلان حاله الطوارئ والغاء الانتخابات في الولايات المتحده الامريكيه، وهذا ما نص عليه الدستور الامريكي. نعم، الصوت اختفى اليوم من الاستاذ هيثم الخزعلي الباحث بالشان السياسي، كل التحيه والشكر لممكن خلل من الشبكه. الان ينضم لنا عبر السكايب الاستاذ محمد نادر العمري المحلل السياسي من سوريا، اهلا وسهلا بك استاذ محمد. كل التحيه لك وللساده المشاهدين والعاملين في قناه الايام الفضائيه، وكل الرحمه لشهداء فلسطين المحتله ولبنان، وكل التحيه للمقاومه الباسله في ضمن محور المقاومه. ربي يحفظك. عذرا استاذ محمد، ساترك ممكن الان البحث مالتي السير، ساترك الاسئله، ولكن سؤال خاص بي انا كمقدم اليوم البرنامج ظفر علي. لما اسمع اسم سوريا ياتي في بالي سوريا المقاومه، وسوريا الاسد، وسوريا العز، وسوريا الكرامه، وسوريا التحديات والمواجهات مع الكيان الصهيوني. هل سنرى الجبهه السوريه تفتح على الكيان الصهيوني خاصه من جهه الجولان؟ يعني بطبيعة الحال سوريا لن تخرج من إطار الصراع مع الكيان الإسرائيلي، نعم. وبخاصة يعني في ظل ما تعرضت له سوريا من حرب إرهابي ومن تصدير للإرهاب إلى الداخل السوري، كان الهدف من ذلك أمرين اثنين. الأمر الأول مصادرة الموقف السوري، هذا الموقف الذي لم يتغير منذ احتلال الكيان الإسرائيلي لفلسطين المحتلة ومنذ إقامة هذا الكيان وزره على مستوى المنطقة، وأيضا ما كان يسعى إليه هذا الكيان من تحقيق مشاريع بدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. النقطة الثانية هي الجغرافيا السورية التي تشكل جزءا من مشروع الصهيوني، وهي إقامة ما يسمى دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات، وكذلك الجغرافيا السورية التي تعتبر وفق النظرية الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية لأنها أكبر حاملة طائرات في حال تم الاستيلاء عليها ضد كل من يعادي الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا يتم الحديث سابقا أو أثناء الحرب الباردة كان يتم الحديث عن أن تتحول سوريا لحامل الطائرات ضد الاتحاد السوفيتي، والآن يتم الحديث بأن السيطرة على الجغرافيا السورية هو يقطع يعني حلقة الوصل ما بين دول محور المقاومة. بالتالي عندما نتحدث عن اعتبارات الصراع، هذا الصراع متعدد الأشكال، هناك الشكل المباشر وهو استخدام القوة العسكرية، وهناك اعتبارات أخرى، نعم. مثل يعني الدعم بالسلاح، مثل الدعم بالموقف، مثل الذهاب نحو دعم القضية الفلسطينية أو حتى قضية لبنان وحق المقاومة في المحافل الدولية. وبالتالي عندما نتحدث عن جبهة الجولان فقط هذا الأمر خطأ، يعني هناك اليوم جبهات أخرى تدعم جبهة الكيان الإسرائيلي. يعني على سبيل المثال عندما يكون هناك احتلال أمريكي في المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا، ويقدم هذا الاحتلال كل الدعم والمعلومات اللوجستية للكيان الإسرائيلي والكثير من العمليات العدوانية التي حصلت في الداخل السوري، كان بتنسيق ما بين قاعدة عين الأسد في العراق وقاعدة منطقة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية. أيضا عندما نتحدث أن هناك أكثر من 300 ألف مسلح في الداخل السوري ما زالوا حتى هذه اللحظة ضمن دائرة الاستثمار السياسي والعسكري من قبل الدول المعتدية على سوريا بما في ذلك الكيان الإسرائيلي، هناك العديد من الأمثلة التي كانت يعني حية وما زالت حية حتى هذه اللحظة. مع كل استهداف يقوم به الكيان الإسرائيلي يتم ذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي كثير من الأحيان يترافق مع تحرك هذه التنظيمات الإرهابية على سبيل المثال. وبالتالي سوريا لم تخرج من دائرة الصراع، ولكن البعض اليوم ربما يقول بأن سوريا هي بعيدة عن الصراع أو أنها لا تحرك جبهة الجولان، ولكن اليوم حتى الإسرائيلي يعترف بأن
الدور السوري هو دور واضح في دعم المقاومة سواء كانت الفلسطينية أو اللبنانية، والدليل على ذلك جزء كبير من الأسلحة التي تستخدم اليوم وفق اعتراف الكيان الإسرائيلي وفق تصريحات الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله حماه الله وكذلك باقي اخوها محور المقاومه، هي من انتاج السوري، وشاهدنا يعني فادي واحد واثنين وثلاثه، يعني هذه احد يعني القدرات الصاروخيه. هناك ايضا الكورنيت الذي يعني استخدمته سوريا من روسيا ولم تتوانى ابدا من ارساله لا الى المقاومه الفلسطينيه ولا حتى المقاومه اللبنانيه، وبالتالي عندما نتحدث عن الصراع مع الكيان الاسرائيلي رغم جراح سوريا، رغم كل الضغوط التي مارست على سوريا، رغم يعني الاغراءات التي قدمت الى سوريا، لن تتخلى سوريا عن محور المقاومه ولا عن القضيه الفلسطينيه، ولن تتخلى ابدا عن قضيه الدفاع ودعم المقاومه. وربما اليوم سوريا هي الدوله العربيه الوحيده التي فتحت حدودها او اعلنت عن استقبال الاخوان اللبنانيين المهجرين بفعل السلوك الكيان الإسرائيلي. لم نسمع اي دوله نعم، والعراق نعم. والعراق الذي ارسل يعني قافله شاحنات في الامس، ولكن لم نسمع دول اخرى عن استعدادها لاستقبال هؤلاء الاخوه اللبنانيين في اي من هذه الدول. بالعكس من ذلك، لم نسمع ان اي من هذه الدول سوى العراق بطبيعه الحال هي قدمت اي مساعدات للشعب اللبناني في ظل ما يعاني منه من يعني استهداف وعدوان على الداخل اللبناني. وبالتالي هذا يؤكد للاسف بان اليوم فقط يتم يعني نشر او استخدام الحرب النفسيه في محاوله تأليب محور المقاومه او الحاضنه الشعبيه لمحور المقاومه والرأي العام الداخلي داخل محور المقاومه ضد انظمته، وهذا كان ضمن الحرب الصفريه التي يعني خاضتها الولايات المتحده الامريكيه على مستوى المنطقه بعد عام 2006. كانت القراءه الاستراتيجيه من قبل الولايات المتحده الامريكيه بأن فشل الإسرائيلي أو فشل الاستراتيجي الإسرائيلي الأمريكي في تغيير معالم الشرق الأوسط في عدوان 2006، هذا الأمر دفع الولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن مسارات أخرى لاستنزاف دول محور المقاومة. ربما يعني نجحت في بعض النقاط لنكون موضوعيين، وبخاصة في ظل يعني ما سعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي من نشر الإرهاب وتحويل هذا الإرهاب إلى عابر الحدود الجغرافية، وكذلك الحصار الاقتصادي واستغلال هذا الحصار الاقتصادي لخلق بيئة من الفساد وكذلك من يعني التمايز داخل المجتمعات. هذا الأمر بطبيعة الحال أدى إلى تآكل وتصدع يعني دعنا نقول البيئة الداخلية في بعض الأحيان، أو تعرض هذه البيئة إلى يعني نوع من ألو نعم نعم إلى تعرض هذه البيئة لحالة من التصدع وكذلك حالة من التخلخل في كثير من الأحيان. تزامن ذلك بالضبط. مع استخدام الحرب النفسية، هذه الحرب النفسية اتخذت أشكال متعددة، منها الدعاية، منها الإشاعة، منها المحاولة أيضا يعني تخلخل الثقة بالمقاومة. وحتى هذه اللحظة يعني اليوم ما شاهدناه في عدوان الضاحية الجنوبية، نلاحظ بأنه منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان كان هناك حملة كبيرة من الإشاعات وكذلك الدعاية، وهذا يأتي في إطار الحرب النفسية. ما الذي كان يريده الإسرائيلي بطبيعة الحال؟ يعني نحن لدينا ثقة بأن المقاومة هي يعني حمى الله سماحة السيد وكل الأخوة المقاومة وكل شخصية محمد عذرا، ولكن إحدى التحليلات التي تحدثت عن إطلاق هذه الإشاعات وللأسف تبنتها كبريات القنوات العربية انه كانوا انه يضغطون على سماحة السيد بخروج بتصريح او بخروج بكلمة لمعرفة افكاره. لذلك قلت لك بان احد اهداف هذه الدعاية التي نشرت وتعميمها على الداخل هي احداث فوضى في البنية التنظيمية للحزب من خلال جعل عناصر الحزب والقيادات على الجبهات في حالة من الخوف والرعب والقلق على حياة السيد، وهؤلاء سيكونون غير قادرين على المواجهة وفق ما يعتقد الإسرائيلي. نعم. وفي ذات الوقت يخدم الكثير من هؤلاء لمحاولة الاتصال بأقاربهم وكذلك مع قادتهم، وبالتالي يكشفون من خلال اتصالاتهم مواقع تمركز القادة.
احد النقاط ما تفضلت به، يعني عندما يكون هناك العديد من الاتصالات على سماحة السيد لمعرفة مصيره واين هو، وبالتالي هذا الامر قد يعني انا اعتقد بان كل ما اجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية على حد سواء كانت تسعى لمعرفة اي معلومة يمكن ان تحقق الغرض الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك المقاومة، يعني يجب ان نكون على 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 يقين بان المقاومة، واعود واقول حمى الله سماحة السيد، المقاومة هي ليست مرتبطة بشخص، المقاومة فكر ومشروع. وربما الكلمة الوحيدة التي صدق بها جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي بأننا لا نستطيع القضاء على حماس في قطاع غزة لأن حماس هي ثقافة. هنا يقصد المقاومة، يقصد هذه الحراك الفصائل الفلسطينية، وأيضا المقاومة لأنها إنتاج الشعوب. وتحدث الأمين العام لحزب الله في أحد خطاباته سابقا بأن اليوم يمكن لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أن تدمر جيوش وأن تدمر دول، ولكن لا تستطيع أن تدمر المقاومة، لأن المقاومة هي احتضان من الشعوب، هي تولد من الشعوب، وهي تكون خيار الشعوب لمواجهة أي اعتداء على أي دولة من تعاني من احتلال، وكذلك تواجه يعني مسار المواجهة أو تضع في مسار الصراع. وبالتالي يجب التيقن أن هذه الدعاية وهذه الإشاعات كانت جزء كبير، كان الهدف منها جزء كبير إحداث خلخلة في البنية في الحزب، إحداث فوضى، إحداث معرفة معلومات بشكل يعني انطلاقا من دافع الخوف والحذر. أنا على يقين بأن تأخر البيان حتى هذه اللحظة للحزب، نعم، حول يعني تبيان مصير الأمين العام، أعتقد بأنه سيترافق مع مفاجأة للكيان الإسرائيلي. أنا هكذا أعتقد، وأنا على يقين بأن يعني هناك شيء ما يحضر لهذا الكيان، هو أكثر بكثير من محاولة نتنياهو استثمار هذه الحدث وما سبقه منذ يعني قبل هذا الحدث بأقل من نصف ساعة، عندما أعلن التصعيد أمام كل مجتمع الدولي، أمام أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة وهي الجمعية العامة، أو ثاني أهم جهاز في الأمم المتحدة وهي الجمعية العامة. كان خطاب نتنياهو في رغم انسحاب الوفود ورغم يعني إدراكه بأن هناك الكثير من الوفود ستقاطعه دبلوماسيا وكذلك سياسيا، كان يسعى إلى إرسال رسالة لهذا المجتمع الدولي بأن اليوم الكيان يعاني من هولوكوست جديدة وفق ادعائه، وأن هناك مبررات دينية للقيام بذلك، وأنه يدافع. يعني عندما رفع الصورتين ما وصلناهما، صورة الخير وصورة الشر، يعني هذا الامر من اعطى نتنياهو هذا الحق؟ يعني كل هذه الاطفال، يعني احنا نتحدث عن 20,000 طفل. استاذ محمد، خلال كلامك الان ومع كل دعوات التهدئه اللي صدرت اليوم من جهات عالميه ودوليه وغيرها، الان قصف مستمر على الضاحيه الجنوبيه في هذه اللحظات. يعني هناك منذ اقل من نصف ساعه ايضا، يعني لكي يستمر الكيان بسياسته الإرهابية، منذ نصف ساعة تم نشر إبلاغ لبعض المناطق أو لبعض أهالي بيروت والضاحية الجنوبية بضرورة إفراغ بعض المناطق بذريعة أنها توجد بها أسلحة. طيب لو أن الكيان صادق بأن بهذه الأبنية أسلحة، ألا يجب عليه أن يتوقع أن انفجار هذه الأسلحة قد يؤدي إلى ارتكاب أو إلى حصول انفجارات كبرى؟ إذن هو يكذب، يعني هو يمتهن الكذب. بالعكس من ذلك، هو يحاول من خلال إرسال رسائل لأهالي تلك المنطقة بإجلاء هذه الأبنية بأنه يقول للمجتمع العالمي أنا لست إرهابيا، أنا أبلغ الناس بالخروج من هذه المناطق لاستهداف هذه الأسلحة. يعني انظر كيف تدار العقلية الاستخباراتية، وكيف تدار أيضا محاولة إدارة الحرب الإعلامية والنفسية أيضا. نعم أستاذ محمد، ولكن عذرا، هو يريد استثمار هذه اللحظة والمزلة التي ارتكبها في الضاحية الجنوبية لارتكاب المزيد من المجازر، لنشر الخوف والفزع والرعب في الداخل اللبناني. لماذا؟ لكي يحصل هناك انقسام في الداخل أو الشارع الأمريكي ما بين مؤيد ومعارض لحزب الله، ما بين مؤيد ومعارض للمقاومة، لكي ينشر الخوف والفزع أيضا في محاولة إحداث فوضى أمنية في الداخل اللبناني. وبالتالي هذا الأمر يسهل للإسرائيلي على سبيل المثال إدخال بعض قواته البرية إلى الداخل اللبناني،
وأن يقول نتنياهو بأنني استطعت من دفع حزب الله إلى الشمال البريطاني. هذا أحد السيناريوهات. ولكن بالضبط. السيناريو الآخر أن نعم. نتنياهو يسعى قدر الإمكان الآن إلى جملة من خطوات التصعيد لجر لبنان إلى حرب، وبالتالي استثمار القوات الأمريكية المتواجدة في المتوسط لإدخالها بالحرب الوكالة ضد لبنان وضد باقي محور المقاومة في ذلك إيران. وبالتالي أنا أعتقد يعني بقراءة شخصية أعتقد بأن اليوم اعتماد سياسة ردة الفعل من قبل محور المقاومة أعتقد بأنها لم تعد تتناسب مع هذا الوضع، ولا بد من اتخاذ خطوات جادة من قبل المحور بأكمله بما فيها إيران. أعتقد بأننا أمام لحظة مفصلية على مستوى المنطقة. عدم اتخاذ رد فعل حقيقي وفعل حازم ضد هذا الكيان قد يدفع هذا الكيان لارتكاب أبشع من ما ارتكبه في الضاحية الجنوبية، ولكن هذه المرة قد يكون بإيران من خلال سواء استهداف المفاعلات النووية أو استهداف المناطق العسكرية. نعم، عموما يعني تكلمنا عن موضوع الإشاعات وتكلمنا عن موضوع الحرب النفسية اليوم التي انتهجتها العصابات الصهيونية، هل نجحت بعض الشيء بالتأثير اليوم على المجتمع اللبناني خاصة بالانقلاب على المقاومة إلى آخره؟ يعني عندما نتحدث عن الداخل اللبناني لابد من التمييز ما بين حاضنة المقاومة والحاضنة الداعمة للمقاومة والحاضنات الأخرى، وجميعنا يدرك بأن المشهد في لبنان هو يعني متعدد الاتجاهات يعني المواقف إن صح التوصيف. حاضنة المقاومة لم تفقد ثقتها بالمقاومة رغم ما تعرضت له المقاومة منذ عام 2020، منذ شباط 2020 عندما جاء مايك بامبيو إلى لبنان وزير الخارجية الأمريكية الأسبق ووضع اللبنانيين بين خيارين، إما تسليم حزب الله وابعاد حزب الله عن المشهد السياسي أو أن يكون اللبنانيين جميعا تحت العقوبات، وما شاهدنا بعد ذلك من حراك ما سميه تشرين وكذلك تفجير مرفع بيروت والضغوط الاقتصادية وما إلى ذلك. وبالتالي هذه الحاضنة لم تفقد ثقتها بالمقاومة. هناك الحاضنة الداعمة للمقاومة وهي من قوى وأفرقاء شريكين لحزب الله في المشهد السياسي مثل القوى المسيحية، يعني وجدنا بأن في الأمس كان هناك استهداف متعمد على سبيل المثال من قبل سلاح الجو الإسرائيلي لقضاء كسروان وهي منطقة مسيحية بالكامل تتبع لتيار المردة شريك 8 آذار في المشهد العسكري. هناك تيار آخر وهو التيار الذي يعني للأسف تبنى الرواية الإسرائيلية الآن، وهذا كان أحد النقاط التي برأيي أن الحزب كان يأخذها بعين الريبة، لأن هذه القوى الأخرى هناك منها من قام بتجنيد مسلحين في مرحلة معينة كان يراد إدخال هؤلاء المسلحين إلى داخل مناطق الحاضنة الشعبية للحزب والداعمة له وارتكاب المجازر. وبالتالي هذا يعيدنا لما حصل في عام 82 عندما قسمت بيروت ما بين بيروت الشرقية والغربية، وكيف بعض القوى للأسف اللبنانية قامت بالتعاون مع الكيان الإسرائيلي وإدخال هذه قوات الاحتلال الإسرائيلي والتعاون معها وكذلك الترحيب بها. وهناك يعني لا نحتاج الدخول في أسماء، يعني جميعنا يدرك كيف جاء بشير جميل الى سده الرئاسه بالضبط. وكيف يعني وكيف كانت هناك عزائم وولائم الغداء ما بين السياسيين اللبنانيين مع ضباط اسرائيل يرافيهم شارون، يعني هذه الصور موجوده، لا نريد ان نكذب على بعضنا نقول بان هناك يعني حتى انسحاب الجيش السوري من لبنان كان جزء من المؤامره بطبيعه الحال. نعم. هذا الامر كان ضمن مخطط بطبيعه الحال لاستهداف لبنان او لاحتواء لبنان وكذلك لمحاوله تفريغ اي قدره دفاعيه عن لبنان في تلك الفتره. لذلك شهدنا عام 2006 نعم. او عدوان عام 2006 الذي تحدثت كوندوليزا رايس بانه كان مدخل لتغيير الشرق الأوسط بشكل كامل. كل التحية والشكر لك الأستاذ محمد نادر العمر المحلل السياسي من سوريا على هذه المعلومات، وأيضا على الطيران إلى التاريخ لنعرف أساسيات أحداث اليوم. شكرا جزيلا أحبة المشاهدين، إلى هنا تنتهي تغطية قناة الأيام الفضائية، وقناة الأيام الفضائية تغطيتها ما تنتهي، لأن اليوم حقيقة القضية
مركزية كفلسطين أو كمحور المقاومة هي من أساسيات ومبادئ قناة الأيام الفضائية. عذرا على التسميات، ولكن أختم بمقولة دائما يقولها سيد المقاومة وسيد الجنوب سماحة السيد حسن نصر الله: إن شيعة علي ابن أبي طالب لن تترك فلسطين. إلى هنا تنتهي تغطيتنا، ونلتقيكم بتغطيات أخرى. إلى اللقاء.